إخوة، في البداية أبدأ بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سعيد جدا أن أكون اليوم بين نخبة طيبة من نساء وشباب ورجال هذه القلعة الصامدة، والتي كانت دائما منذ الحماية إلى الاستقلال إلى اليوم، وهي تكافح وتناضل من أجل الحرية ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل محاربة كل أنواع الظلم والحجرة. هذه المنطقة التي نحترمها ونعزها للدور الذي لعبته في تاريخ هذا البلد العزيز علينا جميعا، ولا شك أنها ستقول كلمتها بحول الله يوم الخميس 28 من هذا الشهر بالتصويت على مرشح الميزان رمز حزب الاستقلال. هذا الرمز هو رمز التقدم والتطور. إذا أنا سعيد جدا بحضور هذا اللقاء الجماهيري الهام، وهذا اللقاء إن دل على شيء فإنما يدل على تشبث الشعب المغربي بشعار عاري هو شعار التغيير. حقيقة أن داخل حزبنا منذ المؤتمر 16 قمنا بعملية فريدة من نوعها بربيع سياسي حقيقي، وكان ذلك من أجل ارتقاء بحزبنا إلى حزب المؤسسة. لماذا؟ لأن المغرب اليوم الذي نعتبره نموذج بالنسبة للعالم العربي الذي تعيش شعوبه الاقتتال فيما بينها، مع كامل الأسف المغرب اختار الإصلاحات السياسية. هذه الإصلاحات السياسية لن نوفر لها النجاح إلا عن طريق أحزاب سياسية قوية، أحزاب سياسية مبنية على الديمقراطية الداخلية، أحزاب سياسية مبنية على الشفافية في التدبير المالي وممتلكات أحزابها، أحزاب سياسية مفتوحة في وجه كل الشعب المغربي بكل مكوناته شيبا وشبابا. والآن ولله الحمد خرجنا منتصرين، وما نقوم به اليوم ونحن في هذه المناسبة، وكما نقول دائما المناسبة شرف. اليوم ونحن داخل هذه الحكومة، هذه الحكومة التي نعتبرها ليست كباقي الحكومات، لأنها أولا أتت في ظل حراك شعبي في كل المدن وكل القرى العربية، وخصوصا في بلدنا العزيز علينا جميعا. أتت كذلك هذه الحكومة في ظل دستور جديد، دستور فاتح يوليوز 2011، هذا الدستور الذي أعطى السيادة للشعب المغربي، وليست هناك سيادة غير سيادة الشعب المغربي عن طريق الديمقراطية وعن طريق برلمان نزيه ومنتخب بطريقة ديمقراطية حقيقية. هذا الدستور الذي أتى بفصل حقيقي بين السلطات، هذا الدستور الذي أعطى قوة لمجلس النواب، وأعطى كذلك اختصاصات واسعة لهذه الحكومة، والتي لم تكن لأي حكومة منذ الاستقلال إلى اليوم. حزب الاستقلال الذي شارك في عدة حكومات وخصوصا في المراحل الصعبة من حياة بلادنا، بداية الاستقلال، ثم بعد ذلك في مرحلة صعبة وهي ما بعد المسيرة الخضراء سنة 1975، شاركنا من أجل الوحدة الترابية سنة 1977 بعدما كنا في المعارضة لسنوات، وشاركنا كذلك في حكومة التناوب التوافقي التي أتت بعد حراك حقيقي عاشه المغرب خصوصا أثناء إضراب 14 دجنبر 1990. هذا الإضراب العام الذي كان سببا رئيسيا في المغرب الجديد الذي نعيشه، بحيث هو الذي أعطى التنسيق بعد النقاب بين النقابات وخصوصا الاتحاد العام الشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هذا الإضراب هو الذي أعطى
بناء حقيقي للكتلة الديمقراطية وأعطى حكومة التنوب التوافقي سنة 98. إذن كان هناك انطلاق المغرب الجديد. شارك كذلك حزب استقلال في هذه الحكومة نظرا للظرفية الدولية بعد الأزمة المالية والعالمية التي عاشتها منطقة الأورو بداية من سنة 2008، وكذلك بعد الحراك العربي والحراك العالمي الذي تكون عنده 3000 درهم ويجي حكومة جديدة وتقول لي عنده 3500 درهم، معناه هي تطور. الشاب العاطل لما يحصل على منصب شغل معناه ذلك أموره تتطور. التلميذ لما يوجد ويدير السين ديال التمدرس ويلقى الكرسي في القسم معنى ذلك الشعب يتطور. الشعب أو المرأة لما توجه للمستشفى عمومي وتلقى العناية من الممرض ومن الطبيب وتلقى الأدوية معنى ذلك وضعيتنا تتطور. الفلاح المغربي لما يلقى برنامج فلاحي واعتنى به البرنامج الأخضر في هذه المنطقة غادي يقول الفلاح في هذه المنطقة أن أمورنا بخير. تفتح معامل جديدة غادي نقولوا أننا بخير، ولكن تغلق المعامل ونمشيو للمستشفى وما نلقاوش الدواء وما نلقاوش اللي استقبلنا، وتموت المرأة الحامل في باب المستشفى وتكون زيادة إلا في الأسعار. هذا ليس بتغيير. التغيير الحقيقي، التغيير الحقيقي هو أن يلاحظ المواطن المغربي على أن هناك تغيير. إذا احنا اليوم دورنا وحنا داخل الحكومة احنا لا نعرقل العمل الحكومي أبدا. سنظل في هذه الحكومة لحماية مطالب الشعب المغربي، لأن حزب الاستقلال في الكتلة الأولى سنة 1934 قدم 120 صفحة من أجل مطالب الشعب المغربي. 1934 يعني السنة المقبلة غادي نحتفلوا بهذه المناسبة، أي تأسيس حزب الاستقلال ب 80 سنة. إذا حزب الاستقلال اللي تنعتبره ضمير هذه الأمة كان في المعارضة أو كان في الأغلبية سيصدع بالحق، سيقول لمن يجب أن نقول له لا لا ولا طويلة سنصرخ بها، وسنقول لمن يجب أن نقول له نعم أحسنت نقول له بكل جرأة أحسنت. ولهذا لا يهمنا أن نكون في المعارضة أو في الحكومة، الذي يهمنا هو أن نحقق مطالب الشعب المغربي، لأن تقولوا لنا وتتعرضوا وانتم في الحكومة وخرجوا للمعارضة. لا سيدي، أنا محافظ على مصالح الشعب المغربي داخل الحكومة وسنظل ندافع عنها. قوتنا أننا لا نريد أن نكون وزراء ولا أن نكون مسؤولون، لأننا عمرنا ما حصلنا على شي مقعد بالتعيين. كانت المقاعد التي حصلنا عليها كلها عن طريق الشعب المغربي، عن طريق صناديق الاقتراع، بداية من الجماعة إلى النقابة إلى حزب الاستقلال. وسأظل كذلك ضمير هذه الأمة أدافع عن مصالح الشعب المغربي كحزب داخل هذه الحكومة. اليوم كاين نقاش وطني وكان اجتماع ناجح بامتياز يوم 15 هذا الشهر للتحالف الحكومي. هناك ملفات مطروحة للنقاش والإخوان تطلبوا منا لا نناقشوا داخليا، لا احنا تشاركوا معنا الشعب. صندوق المقاصة تهم الجميع، كاين اللي تسمع صندوق المقاصة ما عارفوش، تيقول واش كاين شي مقص ولا مقصة ولا شي حاجة، كاين اللي ما عارف. صندوق المقاصة هو الصندوق اللي تنساعدوا به وتنديروا الدعم ديال الدولة لبعض المواد، خصوصا المواد الغذائية، السكر، الدقيق، كل المواد الغذائية، البيتاغاز، الغازوال، ليسانس، الفيول الصناعي، كل هذا الصندوق. هذا الصندوق راه 20 سنة والدراسات جاهزة، 20 سنة وحنا داخل الحكومة تناقشوا، وخصوصا من 98 إلى اليوم، ولكن عمرنا ما قدينا تكون عندنا واحد شوية ديال، ماشي بزاف، غير شوية ديال التنازلات، ونقولوا نحروا هاد الأسعار. والسكر إلا كان نزيدوا فيه حتى 100% في الثمن ماشي مشكل، بوطة ب 40 درهم ردوها 140 ماشي مشكل. علاش؟ لأنه الأزمة. فين غتجينا حنا هاد الأزمة؟ حنا من اللي خلقنا في الحماية ومن بعد الاستقلال حنا مأزمين عباد الله، واش الأزمة عاد جاتنا اليوم؟
مجاش عاد اليوم الأزمة، الأزمة في ضمائرنا وفي عقولنا معشعشة، معشاش عشاش، ما كاينش أزمة. مغربي صبور، إذا هذا الصبر هذا المغربي راه قوة لهاد المسؤولين في هاد البلاد. كاين اللي ما عنده حتى ريال تتسلم عليه تيقول لك بخير بخير، وراه واحد ريال. كاين اللي عنده 10 دراهم تيجلس هو وربعة الإخوان في القهوة تيدابزو شكون يخلص. هذا هو المغربي كريم. إذا نحترموا هاد الشعب، ولهذا حنا داخل الحكومة موقفنا ليس هو موقف الإخوة. داخل الحكومة ما يمكنش نقبلوا تمس البوطة في الثمن ديالها أو تنقص لها من الميزان. أنا كانوا بعض المرات تيبقى ذاك نقص كيلو جوج كيلو ما تيحسش بها الشعب، الشعب تيحس. لأن علاش تنحسوا؟ حيت الجيب خوا، ما بقى ما نعطيو، ما بقى ما نزيدوا في الأسعار نهائيا. كذلك السكر، أنتم هذه المنطقة اللي تغلقات فيها المعامل وتشردوا العمال ديال السكر. كذلك قصب السكر للفلاحة مساكن الظلمو، كان تيطيح علينا السكر 240 درهم محليا، اليوم تيتشرى 640 درهم، لأن قصب السكر مع الارتفاع ديال البترول ولات الدول المصدرة تستغلوا في البترول تنتج منه البترول، ولهذا غلا الثمن ديالو. حنا شنو اقترحنا؟ تنقولوا 500 مليار باش ندعموا السكر، والمغربي خصوصا في هذه المناطق راه تيتعشى بكويج داتاي وطريف الخبز، وإلا جاب الله شوية الزيت بلدية هذا باش تيتعشى، وهذا باش تيفطر، وهذا باش تيتغدى. إلا زدنا عليه في السكر راه تكون كارثة عظمى. حنا اش تنقولوا في نظرنا؟ هاد 400 درهم اللي هي إضافة واللي تتمشي بالعملة الصعبة، هاد الفلاحة نوضوا نجمعوهم ويغرسوا لنا قصب السكر ونشجعوهم ونحلوا المعامل باش يشغلوا الناس، وخصوصا في هاد المناطق اللي تتعرف واحد الكثرة فيما يخص البطالة، وغندعموهم 200 درهم ونربحوا الدولة 200 درهم وفلوسنا تبقى فيما بيننا. لأن الخطير هي الفلوس اللي على برا، اللي تيبني عمارة هنا راه تنعتبروه وطني كيفما كانت الظروف، ولكن اللي تيشري عمارة في باريس أو في مدن أوروبية أخرى تنعتبروه الله يسهل عليه. ولكن هاد الشباب هاد الفقراء في حاجة إلى أموالهم. إذا حنا لما تنهضروا كذلك على بيتاغاز اليوم تنقولوا أولا تخصنا نزيدوا في المداخل ديالنا، لأن الموظف مسكين تتقطع له في راس الشهر الضريبة، الطاكسي الكبير الطاكسي الصغير البائع المتجول مسكين راه عنده كل صباح تيخلص الضريبة. إلا ما دابا الرخصة ما بقاش لا بدا يعطي 10 درهم حتى 30 درهم ماشي بقى يبيع ويشري، ما تقولوليش تيبيع ويشري فوضى، لا بدا لا بدا، على الأقل خنشاد الخضرة تمشي، لا بدا ولا تيبيع كاوكاو يمشي كاوكاو ولا بدا، لا بدا. هذه مسألة ضريبة معروفة وتنعرفوها جميعا أننا من هذا الشعب وسنظل من هذا الشعب. إذا كيفاش هذا الفقير تيخلص؟ وشركات كبرى اللي تخصو يخلص مليار وجوج وثلاثة ما تأديهاش. اليوم دور الحكومة تمشي تحرص على المداخل ديالها وتشوف أموال ديال الناس اللي مسك عليهم الله وتوزعها بالتوزيع العادل على فقراء هذا الوطن، لأن هاد الفقراء هما اللي دافعوا استقلال البلاد، هما اللي دافعوا استرجاع أقاليمنا الجنوبية، هما اللي مشاو وتسجلوا عن طواعية في المسيرة الخضراء 1975. هو هذا الشعب، وهذا الشعب هو الذي يحب مقدساته ووطنه ومن القلب، وليست له أجرة، ما عندوش، ولكن دائما رافع الراية ديال المغرب. وهذا الشعب هو الذي يدافع عن وحدة التراب وعن الحدود المغربية. إذا هذا الشعب تخصنا نكرموه. إذا حنا تنقولوا في هذا البيتاغاز اليوم ما كاينش مراقبة الأسعار ديال المحروقات اللي تجي من الخارج، خصوصا الغاز، لأن لما تخصص الغاز في بلادنا شنو وقع؟ وقع المحطة ديال التصفية ديال سيدي قاسم وقفات وتشردوا العمال، ومنطقة كلها كانت تعيش من ذاك المؤسسة. ولكن اليوم كان جهاز واحد، ثلاثة ولا أربعة الناس هما اللي تيجيبوا هاد المادة، ما تنعرفوش بأي ثمن، ولكن الدولة تتأدي. منين تتأدي الدولة؟ الضرائب اللي تخلصوا هاد الفقراء، داك الحانوت المسكين وداك المعمل الصغير وداك التاجر الصغير والفلاح الصغير ومن هاد الشعب اللي تيأدي الضريبة. إذا حنا بالنسبة إلينا تنقولوا عندنا واحد التصور باش هاد الزيادات في الأسعار مقبلة
ما تكون شوف تنوعدكم وماشي من اجل الحمله الانتخابيه هادشي. حنا موقفنا منذ شهر ونص قدمناه في مذكره الى الحكومه وموقفنا واضح من داخل الحكومه، سنظل نناضل من اجل ايجاد الحلول من اجل الا تكون هناك زياده على الفقراء نهائيا. ندافع عن التشغيل اليوم، لماذا؟ بدايه من الاطر العليا المعطله اصحاب المحضر ديال 20 يوليوز، لان هذا التزام مع الحكومه السابقه. كذلك اليوم القسم في حاجه الى معلم، في حاجه الى استاذ، المستشفى والمستوصف في حاجه الى طبيب، في حاجه الى ممرض، وكل المصالح. اليوم الوظيفه العموميه بالاحصائيات ديال الحكومه نفسها في حاجه ل 80,000 ديال الشباب اللي تخصهم يتشغلوا، لان الوظيفه العموميه كلها في بلادنا شغلها 700,000. هاد 80,000 شنو؟ غادي يعطيو مداخل اضافيه للبلاد، غادي يقروا وليداتنا، لان 45,000 سنويا تخرج الان للشارع في اطار الهدر المدرسي. اليوم عندنا الاميه اللي كنا تنحاربوا ديال 60 عام و70 عام ولات عند الوليدات ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين حتى 10 سنين. اذا شنو تنوجدوا للمستقبل؟ تنوجدوا شباب امي، تنوجدوا قنابل موقوته اللي ما غتحافظش على استقرار هذه البلاد، لان احنا كما تنقولوا في المثل الشعبي ديالنا تنخلقوا على بلادنا وعلى اولادنا. اذا الانسان اللي ما عندوش علاش يخاف؟ ما عنده سكن، ما عنده منزل، ما عنده عمل، ما عنده ارض، ما عنده حتى شي حاجه، هذا ما خاسر والو. اذا احنا شنو بغينا؟ تغيير. هو تلمسوه انتوما، كل واحد هنا يعرف انه تغيير راه تستافد منه. كذلك حنا مع الحكومه وداخلها تنحميو مصالح الطبقه العامله من موظفين ومن عمال، لان المحضر ديال 26 افريل 2011 مازال ما طبقش. كنا في اطار الزياده اللي كانت 600 درهم نقصنا 100 مليار سنتيم وخليناها للاطر المعطله انذاك والتقنيين وحتى الناس اللي ما عندهمش هذا اللي كانوا تسجلوا في العمالات 2011 وخصوصا المجازون باش يتكونوا لمده ديال سنه، لان لقينا الطلبه المجازين كاين اللي عنده 15 سنه و20 سنه من اللي خدا الاجازه. اذا باش يكون يدوز الامتحان تخصو نوفروا له التكوين ديال سنه. منين يتكون في واحد الاختصاص معين ويدوز الامتحان ويسقط، هذا الذنب عليه ماشي علينا احنا كاباء، ما مسؤوليش عليه. ولكن لحد اليوم مازال ما خرج هذا البرنامج و100 مليار كانت مخصصه. اذا احنا تنقولوا غير نفذوا داك الشيء القديم، ولهذا احنا سنظل داخل الحكومه صوت الشعب المغربي نناضل من اجل استقرار هذا الوطن. والاستقرار ما يمكن ليكون الا عن طريق الديمقراطيه وعن عداله اجتماعيه حقيقيه. تنختلفوا في العداله الاجتماعيه. احنا بالنسبه الينا العداله الاجتماعيه هي الطبقه الفقيره نهزوها لعند الطبقه المتوسطه، وليس العكس ان الطبقه المتوسطه نرهقوا لها الكاهل ديال الضرائب ونهبطوها عند الطبقه الفقيره. لان اليوم استاذ راه ماشي طبقه متوسطه. لما تنشوفوا التكلفه ديال السله ديال الماكله، الكرا، الضوء، الماء، اللي عاد غنجيو للزياده الضوء والماء ونهضروا عليها، تتشوف مسكين واش الطوبيس غير يركب فيه ولا يشري شي اونو ودير الكريدي، الوليدات يقراو في المدرسه، الطبيب تيجر في السبيطار ما تتلقى لا دواء ولا هم يحزنون، تتلقى 6000 درهم 7000 درهم، هذا مسكين يمكن نقولوا فقير على العول المجال. ولهذا احنا بالنسبه لنا الطبقه خصنا نزيدوا نقويوا الطبقه الوسطى ونعتنيوا بها، لان هي اللي تتحرك عجله الاقتصاد في بلادنا. ومن هنا احنا مع المعطلين وسنظل ندافع الى جانبهم، لان ابناء بعض الناس وخصوصا هاد الاعيان اللي تكلمتوا عليهم وهاد العائله اللي مازال متجدره باغي حتى البرلمان حتى هي تاخذوا عن طريق الاكراه البدني وعن طريق استعمال السيد في الواجبات، وهذا هو دور حزب الاستقلال وصوتكم داخل هذه الحكومه. اذا احنا مقبلين، بقالنا نهار هو يوم الاربعاء، احنا تنوعدكم على اننا غنبقاو اوفياء لبرنامجنا وغادي ندعموا السي الحافظ بما كل بما اوتينا من قوه. ولكن احنا اللي تنطلبوا منكم
انه يتغير السي عبد الله الحافظ بالسي محمد الحافظ وتبقى العائله اللي هي العائله ديالكم ابناء هذه المنطقه واللي الشهاده لله. السي عبد الله دائما عبد الملحاح، والله تبغي العبد الملحاح، ان الله يحب العبد الملحاح، لان من حصر على باب دخلها ولو كانت من حديد. السي عبد الله كان دائما بالهاتف بالاتصال، شغل الشاغل ديالو هو الماء، هو الفلاحة، هو الكهرباء، هو إنجازات بناء معامل، بناء في بعض المناطق ثانويات، بناء مستشفيات الولادة اللي ما كايناش، والمغرب دخل في واحد المسلسل ديال الرماد ديال التغطية الصحية، ولكن تيجي وزير الصحة وتيقول لكم الدواء نقصنا منه، قال لك 360 وزاد 1000، ولكن شي الصيدلية حدانا ما تنقص والو، وما غيتنقص والو. هنا شنو تنقولوا حنا؟ حنا غير نجيو نخاطبوا الشعب باللغه ديال الصراحه وديال الوضوح. حتى ما غيناش حنا شي حاجه اخرى. وكونوا متاكدين ان حنا صوتنا واللغه ديالنا عمرها ما غتتغير. اولا تربيتنا النقابيه. وتربيتنا متاصله داخل هذا الشعب، وغادي نبقاو من الشعب والى الشعب ومن اجل هذا الشعب. ولهذا اللي تنطلبوا من الحكومه هو العناية بصحة المواطنين، وهذا فين عندنا الخلاف في صندوق ديال التقاعد. غير باش تكون عندكم واحد الرأي. الصندوق التقاعد يلاه تيهم 700,000 الموظفين. 70% من المغاربة ما عندهم لا تقاعد ولا تشغيل ولا مساكن. الله كريم كما تنقول. حنا اليوم عندنا برنامج كاعد ديال التغطية الصحية. اللي غيشمل الموظف والغير الموظف والسائق الطاكسي، السائق الشاحنه واللي في البيسري ديالو، كلشي خصو يكون عنده حتى هو تغطيه صحيه وحمايه اجتماعيه، يكون حتى هو عنده التقاعد ديالو بطريقه او باخرى. وعندنا دراسه اللي تنهيئوها اللي غيستافد منها الشعب المغربي كله، لان حتى شي واحد فينا ما يبغي انه يبات هو شبعان وجارو جيعان. وازمتنا في بلادنا اليوم ماشي ما عندناش ثروه، ماشي حنا دولة فقيرة، حنا شعب فقير وغني، وقوتنا في المواطنين ديالنا، لأن المعادن تنتهي ولكن الإنسان معدن أصيل لا ينتهي، وحنا تنركزوا على المعدن الأصيل اللي هو الشعب المغربي. ولهذا حنا بالنسبة إلينا هذا الشعب يجب العناية به، وحنا هذه المخططات بديناها منذ سنوات وسنستمر فيها بحول الله. كذلك حنا هذا تصورنا اللي تنهضروا عليه بالنسبه للتقاعد. كاين اليوم بعض الموظفين اللي باغي يزيد، ولكن الدوله خص دير استثناء دابا ديال رئيس الحكومه باش يمكن لك تزيد، لكن فيك ما يزيد. حنا تنقولوا للموظف انه يكون هذه مساله اختياريه ديالك، لا فيه مازال ما يزيد يزيد، وإلا كان إلا عيا والغالب الله وخدم واحد السنوات، لان كنا تنتوظفوا في سن ديال 18 سنه 20 سنة في بداية الاستقلال وما بعد. اليوم الإنسان إلا لقى الوظيفة 40 سنة، يعني مفروض أن غتكون التقاعد على 65، مفروضة بعملية حسابية. ولهذا حنا معكم وسنظل إلى جانبكم، وغادي ندرسوا كل المطالب ديالكم، وغادي يكون عندنا لقاءات أخرى تواصلية، وغادي إن شاء الله ما يمكننا نخرجوا إلا منتصرون جميعا شعبا وحكومة إن شاء الله وفي القريب العاجل، لأن هذه البلاد دائما تنقول أن بلاد براكسها. براكسها لما تضيق بين الأيام لا بد تلقوا الفراج ولا بد تلقوا الحلول، ولكن الحلول راه بين يديكم وبين يدينا جميعا، كل واحد فينا في المستوى اللي هو فيه. ولهذا مرة أخرى تنشكر كل الأخوات الحاضرات معنا، والنساء دائما لعبوا دور، والنساء دائما لعبوا دور اساسي داخل الحركه الوطنيه منذ توقيع المطالب لا وثيقه 11 يناير 1944 المطالبه بالاستقلال. كذلك استمروا لحد اليوم، ومن اسباب الطلب ديالنا ديال التعديل الحكومي هو حضور المراه داخل الحكومة المقبلة إن شاء الله. السلام بدها تكون ممتلة، المرأة اللي تقوم لا في العالم القروي ولا في الحضاري بأدوار طلائية،
والنساء شقائق الرجال في الأحكام. كذلك تحية خاصة للشباب ديالنا اللي تنتمناو له يحصل على الشواهد وما يملش، يقول أنه هو الإخوان ديالنا راح حصلوا على شواهد عليا وما اشتغلوش. لا، الظرف غادي يتغير. الإنسان يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ، يكون طالب علم من المهدي إلا الله. معطلين ديالنا تنقولوا نحن راهنا إشارتين وسنضل إلى جانبهم من داخل الحكومة لإيجاد الحلول، والحمد لله اليوم حوار تفتح ما بين الأغلبية الحكومية. الآباء ديالنا تنشد على أيديهم بحرارة لأنهم هيئوا لنا هذا البلاد، رغم قساوة الحياة ورغم المشاكل اللي مرينا منها، ولكن بقوا صامدين وبقوا أبناء هذه التربة العزيزة علينا جميعا. إذا تحية للجميع موظفين وخصوصا رجال التعليم ورجال الصحة اللي تقوموا بواحد الدور أساسي وشاق في العالم القروي، تحية خاصة. ونتمناو أنه ذاك المنحة ديال المناطق النائية، وشنو هي المناطق النائية في نظرنا؟ راه هي المناطق اللي ما فيها لا مستشفى جامعي، وهذه المنطقة كلها تنعتبروها نائية لأن ما فيهاش حتى مستشفى الولادة، ماشي عاد مستشفى جامعي. مستشفى جامعي كاين 5 ولا 6 المدن، ولهذا نحن سنظل أوفياء لكل مطالب الشعب المغربي. نتمنى أننا نكون جميعا في الموعد يوم الخميس، لأن هالدائرة مهمة وأساسية لأن نشعر جميعا أن التغيير بدأ من القواعد من الشعب المغربي، وذلك بالمشاركة المكتفة يوم الخميس المقبل وبالتصويت لمرشح حزب الاستقلال رمز الميزان. كذلك قبل أن أختم، تحية خاصة إلى رجال الأمن لتحرصوا على أمن وطمأنينة هذه الحملة الانتخابية والمواطنين ديالنا، مع العلم أننا تنسجلوا بعض الانفلاتات في بعض المناطق. تمنوا أنه في إطار تشغيل اليوم بعض الدول اللي صغار منا، كان عندنا اتصال بسفير ديال الدولة اللي عندها 5 مليون ديال المواطنين، تشغل الدولة سنويا 50,000 في الوظيفة العمومية، 50,000 سنويا عندهم 5 مليون، احنا 35 مليون تنشغلوا 10,000، لأن الباقي تيخرج تقاعد غير تنعوضو. إذا هنا فين تنشوفوا الفرق فيما بيننا، فرق كبير وشاسع. ولهذا احنا نتمناو أنه تكون واحد تقوية أولا ديال العدد ديال رجال الأمن في المدن والدرك في القرى لحماية الشعب المغربي وحماية سلامة المواطنين ديالنا. كذلك تنتمنى لكم النجاح والتوفيق جميعا، وأنا جد مرتاح لهذا اللقاء. وسأختم مداخلتي بقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.